نروح مع حضراتكم دلوقتي للقناطر الخيرية ونتابع الاحتفال بعيد الفطر المبارك والحدائق المتنزهات وأحوال الناس هناك مع أحمد الحسيني. تفضل يا أحمد، كل سنة طيب. كل سنة طيبين زملائي الأعزاء في الاستوديو، كل سنة طيبين لمشاهدي صباح الخير يا مصر. أنا فعلا في حديقة لؤلؤة الشرق في القناطر الخيرية، واحدة من أجمل الأماكن اللي بيرتادها المواطنون والزوار هنا في أيام عيد الفطر المبارك. طبعا احنا عارفين القناطر الخيرية هي منشأة من عهد محمد علي سنة 1847 لما وضع حجر الأساس ليها، وفيها أشجار تاريخية بيعود تاريخها ل 150 سنة. طبعا غير جمال الطبيعة وجمال النيل والحدائق والخضرة، وطبعا إدارة القناطر الخيرية كمان قامت بمجهود كبير جدا لاستقبال عيد الفطر المبارك من حيث رفع صيانة الحدائق والتجهيز لاستقبال الجمهور وتحديث طبعا عدد من الحدائق. أنا طبعا موجود زي ما قلت لكم في حديقة لؤلؤة الشرق وهي درة حدائق القناطر الخيرية. هنتعرف على مزيد من المجهود اللي تم وبذل خلال الفترة الأخيرة لاستقبال عيد الفطر المبارك مع ضيفتنا المهندسة إيمان نصرت وكيل إدارة ري القناطر الخيرية. باشمهندسة صباح الخير وكل سنة وحضرتك طيبة، قول لنا عملتوا إيه لاستقبال عيد الفطر المبارك واستقبال الزوار والجمهور؟ صباح الخير، كل سنة وحضراتكم طيبين. طبعا حضرتك زي ما حضرتك تشرفت وقلت ان حديقة لؤلؤة الشرق من احسن الحدائق موجودة عندنا في القناطر. احنا عندنا طبعا في القناطر اكتر من 10 جناين، كل سنة بنقوم بتطوير الجناين دي وطبعا الاهتمام بيها ومراعاتها، وزي ما حضرتك قلت تفضلت وقلت ان احنا بنعمل استعدادات للعيد. زي ما حضرتك شفت في استعدادات، الاستعدادات دي بتبقى من كهرباء، سباكة، نجارة، لكل حاجة في الجنينة عشان نوصل لمرحلة ان الزوار ما يحتاجوش لأي شيء من بره. وزي ما حضرتك شفت الجنينة ما فيهاش أي حاجة يعني ناقصة للأسرة المصرية، يعني كل اللي الأسرة المحتاجة في أي خروجة هتلاقيها موجودة عندنا في الجنينة. كلميني على الإقبال، إحنا النهاردة ثاني يوم العيد وشايف يعني ما شاء الله إقبال كبير وكثيف من الجمهور ومن الزوار. إمبارح كان إيه الأخبار والنهاردة كمان إيه الأخبار؟ متوقع يكون إيه وغدا كمان تلت أيام؟ هو اول يوم ما بيبقاش فيه اقبال قوي زي ما حضرتك اكيد شفت امبارح، لكن النهارده ان شاء الله الاقبال بدا يزيد، وفي اليومين الجايين ان شاء الله بيبقى الاقبال اكتر، وكل سنه ان شاء الله الاقبال بيزيد اكتر لان الناس بتبدا تعرف في الحدائق ان هي اتطورت وبقت احسن من الاول بكتير. يعني يمكن حديقه لؤلؤه الشرق تم تطويرها في الفتره الاخيره كمان وتحديثها، وفي مجموعه كبيره من الحدائق كمان تم تطويرها وتحديثها. كلميني عن باقي حدائق القناطر الخيريه هنا من حيث التطوير والتحديث. احنا بدأنا من 4 سنين تقريبا، الوزارة طبعا بتعليماتها بدأنا نطور كل الجناين. بدأنا بحديقة لؤلؤة الشرق بدأ تطويرها، وبناخد كل جنينة بعد ما بنخلص جنينة بنبدأ بالجنينة اللي بعديها. احنا دلوقتي تعتبر يعني طورنا 10 جناين كل جنينة لسه، وفي حاليا في جنينة برضو شغالين فيها بدأنا تطويرها ما يكملش أسبوع قبل العيد، وجاري تطوير جميع الحدائق اللي موجودة في الجنين علشان تناسب جميع الزوار وتبقى حاجة مشرفة للمصريين وللوزارة. شرفتينا يا باشمهندسة، شكرا جزيلا. مهندسة إيمان نصرت وكيل إدارة ري القناطر الخيرية بنشكرك شكرا جزيلا. وزي ما شفنا يعني جمال مبهر ما بين المياه نهر النيل والخضرة والطبيعة والأشجار النادرة، وعايز أقول كمان في رحلات نيلية بتكون بتنطلق من هنا لعند التلفزيون في ماسبيرو طبعا ذهابا وإيابا. الرحلة النيلية بتستغرق حوالي ساعتين في نهر النيل وهي من أجمل الرحلات النيلية اللي كثير من الأسر المصرية تستمتع بيها خاصة في فترة العيد. مرة تانية كل سنة وانتم طيبين. إليكم زملائي في الاستوديو.